المساكنة ظاهرة برفض المجتمع السوري، ولكن هي باتت موجودة ولو بالخفية بهي الظروف الحالية وصعوبات الزواج والأعباء المالية. وتعرف المساكنة بأنه الشاب والبنت بيعيشوا مع بعض ببيت واحد وبدون زواج. اليوم رح ننزل على الشارع ونسأل العالم كيف يشوفوا هاي الظاهرة، وهل هن بتقبلوها أو لا. خليكم معنا وتابعونا. اليوم موضوع المساكنة، شو رأيك فيه انت كفكرة؟ تعمل يا زلمة؟ لا يعني لا يعني هو حل بس مو عنا هون، احنا مالنا بأوروبا. لا ما تسجل، انا ما بدي اجاوبك. لا عن جد والله. لا معلش ما بدي اجاوبك، خلص خليها بوقت ثاني. انا مع الفكرة. شو رأيك فيها انت؟ لك هو عم بيقول انه معه، هلا انا بالنسبة لي اكيد عادي بس ما بعرف انا بقدر اطبقها منيحة، بتساعد الشاب يعني. اللي ما كنت فهمان قصدك انا المساكنه طبعا لك ليش انا مع هي لعده اسباب. اول شيء ما بعود كثير في هي المصلحه وكذا، عرفت يعني بصير انه ما له المرتبطين يعني لا هي ماسوره فيه ولا هو ماسور فيها. شو قصدك؟ هي ما رح تصير بس ما بعرف اذا المجتمع رح يتقبلها. يعني هلا انا كشخص انا اوبن مايند يعني ما عندي مشكله، بس كعادات واهل وتقاليد شلون بدك اقول لاهل البنت انه والله انا عايشه مع واحد ماما وبابا؟ ما بتزبط هون. بس هي ظاهرة غلط. والله أنا بشوف إنه ما بيصير يعني أبداً نعمل هيك شيء، لأنه لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا شيء أبداً. ما عم تسيل المجتمع يعني، بس إذا الشعب بيعرف يتعامل معه أكيد لا ما بتصير. أنت مع المساكنة ولا لا؟ لا يعني أنا ما بدي أرجع كثير. أنا آسفة بابا ماما، إيه أنا مع. شو قصدك؟ هلا ما بعرف كثير يعني إنه عالم بتعمله وهيك، أنا ما بحب أدخل بحدا، كل واحد هو وجهة نظره وقناته. عن جد أنا ما بحب يعني بحس إنه الواحد بيفرض وجهة نظره، خلاص أنت ما بتعرف شو في بقلبه أو شو في ظروفه أو شيء موجودة. أنا ما بعرف حدا يتزوج. أنا ما بعرف حدا عم يعمل خفية، ما عم يطلعوا على الظاهر. هلا بعرف كم حدا بالخفي بس ما لا عم تقول انه ما في حدا بدي غطي عليهم. هذا طبعا شيء غلط كتير كبير. عادي عادي خلص، صرنا مجتمع منفتح ومنتقبل كتير شغلات، يعني مثل ما عم بتشوف الشوارع شو عم بيصير، يعني خليها بالبيوت احسن. طيب الشاب والبنت ما عم يقدروا يتزوجوا، شو يعملوا بحالهم؟ في غلط يتزوجوا بالناقص يتساعدوا اثنيناتهم لحتى ياسسوا ويبنوا حياتهم. هون ما انتشرت عنا كتير بصراحة، يعني هلا هي برا اللي ماشية المساكنة بس هون ما يعني ما سمعت فيها قليل. هي موجودة بالخفي مثل ما قلت أنت، بس أكيد يعني هي غلط. بكرة مع الوقت ممكن تصير ظاهرة يعني عادية يعتاد عليها الناس؟ لا ما بتوقع بمجتمعنا نحن. هلا هي شغلة عادية بس مجتمعنا ما أنا مقبولة، فنحن ما فينا نتقبلها، يعني طالما نحن بسوريا ما فينا نتقبلها، بس نطلع لبرا فينا نعملها. والله كل واحد يعيش لحاله. أحسن ما. والله. بيرتاح راسه. لا طبعا غلط. خلص يضلوا هيك، خليهم بيحبوا بعض من بعيد لبعيد. يعني أنت ضد هاي الفكرة؟ إيه. أنا بأيد هذا الشيء، شوفوا يعني فرصة إنه يكتشفوا شغلات قبل ما تصير قصة العيلة وهي البلوي. تصير بلاوي بعدين، فهني لا بيعيشوا قبل يا بيستمروا يا بيتراجعوا. لا لازم نصير نحن مثل الأمريكان وهيك. ابدا هذا الشيء مو مقبول، يعني شو خلوا للجواز؟ سؤال صعب. هلا انا شخصيا لا ما بتقبلها. بتعرف عادات وتقاليد نحن ما كنا قبل نهدر نلبس لبس كثير بنات، هي هلا بنات تلاقيهم لابسين يعني لبس كثير اوفر بالشوارع. يعني بلشنا نتفتح بس مو كل الانفتاح والعادات الجديده الظريفه. نهائيا مو مع الفكره. لا انا مو مع الفكره، انا في مين حيشوف التقرير بقى؟ انا مو مع الفكره. مثل ما شفنا اختلفت اراء الناس حول موضوع المساكنه، في ناس أيدت الفكرة وفي ناس رفضتها تماماً، ولكن بيضل السؤال هل تكون مساكنة قصة جديدة بالمجتمع السوري أم الأعراف والتقاليد واعتبارات المجتمع هتمنع القصة من أنه حتى تبلش؟ كان معكم محمد أنيس دياب، تلفزيون نينار من دمشق.